يقول هل يجوز إدخال المذياع إلى مسجد أو إلى الجامع وذلك لاستماع إذاعة القرآن علما أنه لا يشوش على أحد؟ لا، لا يجوز فتح الإذاعة المسجد وإدخال، لأن المذياع ما يخلو من كلام ما هو صحيح، ولا يخلو من أغاني، ولا يخلو من أشياء، ألا يجوز فتحه في المسجد؟ ما بقي عاد إلا المساجد تبوا تحطون فيها رواد وإذاعات، لا يجوز هذا. نعم.